اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، نلتقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. قبل ان ينهار الاتحاد السوفيتي عام 1991 وربما حتى بعد الانهيار بالضبط، كان هناك حوار مع احد رموز الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت، وهو يعني مدير لمركز دراسات في موسكو، مركز دراسات قومية كان تزود الحكومة بكل الدراسات التي تحتاجها. وكان الحديث يجري معه، يعني مع يعني أحد الصحفيين أجرى هذا الحديث معه وسأله، يعني حكم الاتحاد السوفيتي فترة من فترات ستالين، وكان يحكم الاتحاد السوفيتي بالحديد والنار بقبضة من الحديد، وجاء بعده خروشوف ليحكم الاتحاد السوفيتي، واعتبر يعني مطورا للوضع في الاتحاد السوفيتي، وان الناس هكذا كان يروى في التاريخ. فكان يسأله ما الفرق بين حكم ستالين وحكم خروشوف، فقال بالضبط انا اشبه الحكم، هذا الرجل قال اشبه الحكم في الاتحاد السوفيتي مثل قطار موضوع على السكة. ستالين كان يضع الناس في هذا القطار ويمضي القطار بهم بدون أي حركة وبصمت تام، ولا أحد منهم ينبت يعني يتكلم كلمة واحدة. في عهد خروشوف القطار نفسه، قال القطار هو، لكن خروشوف أضاف إلى القطار موسيقى، و يعني طلب من ركاب القطار أن يتحركوا ويرقصوا في هذا القطار، والقطار يمضي في نفس المحطات. هكذا يعني الحديث هذا يجرنا إلى هذه العملية السياسية التي تجري في العراق منذ 17 سنة لحد الآن. في كل فترة يتغير علينا رئيس وزراء ويخرج علينا ليقول وعودا كثيرا، يدعي أنه جاء يعني جاء لتحقيق كل المطالب، وجاء من أجل عيون العراقيين، وجاء من أجل أن يردم التخلف وأن يوقف الفساد وأن يعيد للعراق استقلاله وسيادته، وهكذا الحديث وصولا إلى مصطفى الكاظمي. قبل أكثر من 4 أشهر خرج علينا أيضا تحدث بهذا الحديث، وكأننا لم نسمع هذا الحديث، سمعناه كثيرا نحن أهل العراق. وإذا بالأيام تمضي، والآن أكثر من 100 يوم، أكثر من 4 أشهر مضت، والحال هو نفس القطار، العملية السياسية ماض على سكته، نفس الركاب، نفس الوجوه، لكن الفرق ربما يختلف في العراق لدينا هو فرق الأسماء. يعني حيدر العبادي يختلف عن مصطفى الكاظمي، مصطفى الكاظمي يختلف عن نوري المالكي، وهكذا، ونور المالكي يختلف عن عادل عبد المهدي. الأسماء فقط تختلف، لكن الانتماءات والتوجهات والانتماء العملية السياسية وهدف الحكم هو واحد، هو الحفاظ على العملية السياسية وليذهب أهل العراق إلى الجحيم. هذا هو حال العراق الحقيقي. حكومة مصطفى الكاظمي ليست أكثر من حكومة دعاية وإعلام، ربما انكشفت أوراقه بسرعة. كثير من المطبلين طبلوا لهذه الحكومة أنها ستأتي بما لم يستطع غيرها الاتيان به، وإذا بها يعني غير قادرة، ضعيفة، أضعف الحكومات، غير قادرة أن تفعل شيء. كل القوى الميليشياوية والقوى الحزبية متسلطة عليها وقادرة عليها ولا تستطيع أن تفعل شيء، مجرد خطابات، مجرد وعود. سنقدم قتلة المتظاهرين العدالة، بعد أكثر من 4 أشهر لم يقدم قاتل واحد، لم يشر إلى قاتل واحد. الميليشيات سنوقفها، لبس بدلتهم ووقف معهم وقال لهم أنتم قرة عين العراق. حتى هذه الزيارات التي تجرى إلى أمريكا وغيرها، كل رؤساء الوزارات السابقة هذه من نور المالكي، يمكن ربما عادل عبد المهدي فقط لظروف خاصة وظروف يعني المناكفة بين واشنطن وطهران، منع من يعني لم تعطى له الموافقة على الذهاب إلى واشنطن، لكن هذه الرحلات المكوكية إلى واشنطن الكل قاموا بها، والكل يعني
وضعوا إطارا كبيرا من الأمنيات والأحاديث القوية عن يعني السيادة والاستقلال والدعم، كلهم نفس القضية. الكاظم يتحدث عن حماية المتظاهر مثل ما كان نوري المالكي يتحدث، مثل ما كان عادل عبد المهدي الذي يقتل من المتظاهرين ويتحدث عن حمايتهم، هكذا الكل. فبالتالي نحن أمام مجموعة يحاولون أن يلعبوا على الشعب يشتروا الوقت. هذه حكومة لشراء الوقت، لشراء وقت إضافي للعملية السياسية وتفكيك التظاهرات، تفكيك غضب الشعب، هذه هي الحقيقة. قتل المتظاهرين، قتل الناشطين، هذه عملية لم تنتهي، لم تتوقف لحظة واحدة. الغرض منها وإنهاء التظاهرات. الآن التحريضات ضد المتظاهرين بهذا الشكل على كل الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كلها شهدت تدهور. الآن لو سألنا أي عراقي هل الوضع الآن أفضل من قبل 5 أشهر أو 6 أشهر في زمن عادل عبد المهدي أو زمن نوري المالكي، أفضل الآن أم هو أسوأ؟ أسوأ. في الوضع الاقتصادي نحن ليس لدينا لم توضع سياسة اقتصادية، كل همنا الآن، كل هم الحكومة هذه اللي سميت حكومة أن تجمع الأموال لكي تعطي الرواتب عند نهاية الشهر. يعني كل هم الاقتصاد، السياسة الاقتصادية التي يقولون أنها سياسة اقتصادية، جمع الأموال لتوفير رواتب الموظفين والمتقاعدين شهريا، وكيفية يعني أخذ القروض من هنا وهنا خارجيا وداخليا. على المستوى الأمني انفلات كبير، الميليشيات تسلطت على الجميع وتقتل وتذبح وتتصرف كما يعجبها. هذا واقع الحال، انفلات أمني في كل مكان. الوضع الاقتصادي في أسوأ حالات الآن، المواطن الفقر زاد، البطالة زادت، الضيم زاد، والمتظاهرين يتعرضون إلى القتل والاعتداء والتنكيل. في الوضع الاجتماعي هناك تفكك أكثر، هناك الكورونا التي يعني تعصف بالمواطنين ولا أحد يستطيع أن يقول حتى الحقيقة أعداد المصابين كم، نسبة الفحوصات إلى أعداد المصابين كم. حتى في هذه البيانات التي تخرج عن وزارة الصحة عندما تقرأ عدد المصابين إلى عدد الفحوصات تجد أن نسبة مخيفة جدا جدا. يعني في كل 10,000 شخص يقولون قد فحصناهم هناك أكثر من 2000 إلى 3000 مصابين. وبالتالي أنت أمام حالة، الآن وصلنا العراق رقم 4 ورقم 5 عالميا في الإصابات وفي أعداد الموتى. وبالتالي العراق يشهد كارثة كبيرة، التفكك كبير. حتى في قضية الانتخابات المبكرة يتحدث عن إنجاز أنه حددنا الانتخابات المبكرة، وماذا في ذلك؟ الانتخابات المبكرة مجرد موعد، لكن الطريق إلى الانتخابات المبكرة مملوء بالألغام، ألغام الميليشيات وأسلحتهم والقتل والذبح والأحزاب الفاسدة والمال السياسي الفاسد والقانون الذي يحمي كل هذه الأحزاب. وبالتالي ذاهبين إلى الانتخابات نسخة جديدة ومكررة ومدورة من الانتخابات السابقة، نفس التزوير، نفس الوضعية، نفس القضية، نفس التهديدات. وبالتالي الشعب سيقاطع مثل ما قاطع الانتخابات السابقة. إذن نحن أمام مسرحية جديدة بفصول جديدة. الشعب يجب أن يغير كل هذا. على الشعب أن يعي أن شراء هذا الوقت ليس من صالحه، إعطاء هذا الوقت لهذه العملية السياسية أن تستمر بهذا الشكل وبهذه الكيفية وبهذه الوجوه ليس من صالحه. إيران تتحكم بالعراق، الميليشيات تتحكم بالعراق، الجهل والخراب والسرقة والفساد كلها تتحكم في العراق، كلها زادت، وليس لدينا سوى إعلام، سوى دعايات، سوى خطابات تبشر العراقيين بأن سوف وسوف، وهذه كلمة سوف سمعها أهل العراق كثيرا لكنهم لم يكسبوا منها شيئا. لم يبقى لي إلا أن أشكركم وألتقيكم في حلقة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم.